عودة لجريمة إمليل، واش كانت شي محاولات قبل جست قبل الجريمة لارتكاب يعني اعتداءات من طرف الخلية؟ نقدر نقول لك بلي ان الخلية وضعت الاهداف ديالها، وحتى النهار اللي غادي تقوم بالوقت اللي دارت هذه الجريمة ديال أمليل، فمن يقرروا هذوك الاشخاص بربعة على انهم يمروا للتنفيذ يبداو من الاولين، عاد باقي الاشخاص الاخرين يمروا بلي موي ريدي مونتر ستادير بماس وبهذا، لان مازال ما وصلوش على انهم يجمعوا الفلوس باش يديروا يوجدوا لي زيكسبلوزيف لي سانتيرون ويديروا ولا يشريوا كاميو ويبداو يدهسوا، لان هذا مشروع كان باش يدهسوا حتى السواح اللي غيكونوا مثلا في جامع الفنا، فمازال ما وصلوش لهذاك المستوى. ففي الوقت اللي هما حددوا باش انهم يمشيو، كيف ما لاحظتي راه في 12/12/2018 كان اجتماع في الدار ديال عبد الرحمن الخيالي، كانوا فيه هما بربعة، ثلاثة اللي نفذوا العملية والآخر معاهم في الدار ديالو، وتما قرروا باش أنهم يديروا عملية ديالهم، عملية إرهابية لراسهم. فكان الغد ليه 13، باتوا تما الغد ليه 13 في الشهر، داروا هذاك الفيديو ديال البيعة لراسهم وخلاو عندهم في تيليجرام تيديروا العملية ديالهم. فمن بعد نهار 14 تلاقاو في واحد الوقت في الصباح بكري وشدوا الطريق، قالوا نختاروا واحد، هذه من المسائل اللي عطاها السويسري، هو انه السواح يترددون على المناطق الجبلية وتكون يعني الضربة سهلة على الى بغينا نديروا بها، فهذه حتى هي من المسائل اللي عطاها هذاك السويسري. فهذاك النهار مشاو 14 مشاو طلعوا ما محددينش هدف، هدف كاين هو انه نضربوا سواح او لا الناس ديال الدولة. ففي الطريق وقفتهم واحد الدورية ديال الدرك الملكي فيها جوج كانوا تما باش يتحققوا من الهوية ديالهم، ولكن كان اتفاق مسبق بيناتهم داخل هذيك السيارات الأجرة اللي كانت غادا بهم من مراكش الأمليل في أسني، يعني في أسني. أنا إلى هاد الدركين طلبوا منهم باش يقلبوا لهم داكشي اللي كانوا كيحملوا معاهم، لانهم هزوا معاهم الجناوات، هزوا معاهم ديك لاطونت اللي غادي يباتوا فيها. الا مشاو حتى دخلوا معنا في هذه فغنبداو هذه العمليه الارهابيه اللي غادي نديروا، يعني هنا ما كاينش تحديد. ولكن ملي دازوا هذيك الدوريه وصلوا الأمليل، من تما التحقوا مباشره بالجبل، طلعوا بالجبل من 14، انا تنقول لكم من 14. فاذا من 14 حتى النهار 16/17 فين غادي يديروا العمل ديالهم، راه كانوا عده اهداف قدامهم، ولكن كانت الظروف لا تواتي باش انهم يمروا للتنفيذ. وقالوا هما في التصريحات ديالهم قالوا على انهم كانوا غادي يستهدفوا واحد جوج ديال السائحين، كانوا كيديروا ان روندوني بالدراجات الهوائيه ديالهم، ولكن كان حضور ديال الناس ما يمكنش لهم يمروا حيت كانوا ناس، كانوا ثلاثه سائحات اجنبيات ولكن كانوا معاهم ثاني لي غيد ما قدروش يقربوا لهم. حتى النهار 16 كانوا نازلين غير بعيد على ذاك المقر ديال ذاك شماروش، لاحظوا جوج سائحتين مع السبعه العشيه غادي يوضعوا الخيمه ديالهم في واحد البلاصه نهائيه ما فيها حتى واحد. تما عاد هما يفكروا قالوا زكا هذه هو الهدف جات لعندنا، يعني هدف سهل بالنسبه لنا، ما كاين لا حراسه ما كاين لا تواجد ديال الناس لا تواجد مال ونائيه، راه كيف ما شفتوا هذيك البلاصه صعيب باش الانسان انه يكون فيها بوحده، يعني صعيب. هاد الناس المستوى الثقافي ديالهم بان على انه مستوى ضعيف جدا، وحتى التكوين ديالهم الشرعي ضعيف جدا، وعلى انهم كانوا يعني كانوا واحد الهدف سهل بالنسبه ما تسطر له التنظيمات الارهابيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما كانش تخوف بان هاد الارهابيين يمشوا مثل هاد المناطق ويبداو يديروا الافعال الاجراميه ديالهم؟ شوف حنايا دابا من اي حاجه ممكن اي حاجه تتوقع راه كنستخلصوا منها حنا، نحن العبار استعرفها. فبالنسبه لنا حنا اول مره تتوقع جريمه بهذه الطريقه وفي منطقه نائيه، واستهدفت سواح، بل اكثر من ذلك استهدفت سواح نسوه يعني عيالات. فحاليا جميع المصالح الامنيه خدت تدابير اخرى من اجل حمايه
جميع المناطق، تغطية جميع المناطق سواء بالكاميرات سواء هذا، يعني كون على كون مني على ان جميع المناطق دابا ديال الناس سيرتو المناطق اللي كيطردوا عليها الصوح ستتم يعني تتم تغطيتها بواحد الطريقه اكثر من اللازم بتواجد العناصر ديال العناصر الامنيه في جميع المناطق. هذا ما يمكنش لنا، لان هذه وقعت يعني حتى واحد ما كان كينتظر على ان توقع بهذه الطريقه وفي هذيك البلاصه وتستهدف هذوك الناس. حنا نتيرو من هذا اللي نستخلصوا منها العبره، دونك نعاودوا نديروا ان اوتر سيستيم دو كونترول. هنا كيتطرح المشكل ديال الناس اللي كيقضيو عقوبه حبسيه في السجن على جريمه الارهاب، كيخرجوا، واش كيتم تتبعهم باش كتاكدوا بانهم صافي ما بقاش منهم الخطر؟ وعلاش في هذه الحاله يعني كيفاش تفلتوا لكم هاد الناس؟ انا ما تنقولش فلتوا لينا، انا تنقول بلي انه جميع الاشخاص اللي تيكونوا مروا من اجل جرائم ديال الارهاب يتم متابعه النشاط ديالهم بصفه دائمه، ماشي زعما كاين كنتبعوهم ومن بعد صافي. فاستعرف بلي انا ملي بديت نتكلم وانا تنقول لك على ان هاد الاشخاص خذوا امنيات كبيره، اللقاءات ديالهم لم تتم في شي منطقه اللي محروسه او شي منطقه سواء من ناحيه من الدرك الملكي او من الشرطه. فالاجتماعات كلها كانت تتم في مناطق جبليه بعيده يعني نهائيه ما يمكنش لك. فهاد الناس كانوا كيخططوا المصالح الامنيه متبعه، ولكن ما كانتش شي حاجه اللي كتبين على انهم سيمرون الى التنفيذ، لان هذا عمل حتى الجروب اللي دار هذه العمليه راه حتى مع اصحابهم راه راسهم خطوا لها في دماغهم. دابا هذا هو المشكل ديال المشكل اللي غادي نواجهوه كاملين، غادي نواجهوه كاملين، غيواجهوا العالم كامل. لان الى لاحظتي دابا مثلا في 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 العمليات اللي تتم من طرف ذئاب منفرده يصعب بكثير على انك تحدد الوقت امتى كتفاعل عنده هذوك الميكانيزمات البيولوجيه باش انه يمر الى مرحله التنفيذ. ما يمكنش. كيف لاحظتي جميع الاحداث اللي وقعت مؤخرا في اوروبا ولا في عده مناطق اخرى تمت من طرف اشخاص اللي كاين منهم اللي كان كاع معروف يعني تتبعوا حتى في الحركات ديالو كامله، ولكن واحد النهار حتى كيمر للتنفيذ. واش المخابرات السويسريه مثلا فادتكم بشي معلومات حول السويسري الاسباني؟ لو كانت هذه المعلومات ربما كانت ستسهل القضيه ديال اقتفاء الاثار ديالو. انا ما نقدرش نقول لك واش، على ما اظن على ان العمل الاستخباراتي ديالنا حنايا تيتعاون مع جميع المصالح الاستخباراتيه ديال العالم ومنهم حتى سويسرا. لا اظن بان كاين هناك نقص في التبادل ديال المعلومات في هذه الحاله بالضبط. انا مني استقبلت واحد جريده ولا صحفي من صحفيين من سويسرا ركز على ضروره تقويه التعاون ما بين المصالح الاستخباراتيه السويسريه والمصالح الاستخباراتيه المغربيه. تنظن على ان المصالح ديالنا غادي تكون يعني عندها كتعاون مع المصالح الاستخباراتيه ديال سويسرا في لوكا ديال هذا الشخص، لان عده اشخاص ملي كيجيو في اطار سواح زيارات ما تيتزوجوا مع مغربيات منهم من هذا الشخص هذا، وكيبرك هو في هذاك الوقت اللي كيكون هو بارك عاد باش كتبدا تقلب هذا السيد الماضي ديالو فين كان، كيفاش تسلم، كيفاش تدار. سؤال كبير اللي مطروح حول صحة الفيديو الذي تم الترويج له على أساس أنه يمثل عملية ذبح السائحتين واللي مازال تقنيا لم يتم التحقق منه، ولكن خلال التحقيق مع المتهمين واش اعترفوا بالتصوير ديالهم للعملية؟ التحقيق معهم يعني اعترفوا على أنهم صوروا هذيك العملية ديالهم، ولكن احنا بحال هاد المسائل لان احنا كباحثين دائما نتركوا الجواب فيها لدول الاختصاص، دول الاختصاص هما التقنيين لحد الساعه باقي يعني نو با اونكور اوتونتيفي لا فيديو واش هي هذيك ايفيكتيفمون اللي داروا او لا كاينه شي نوتر فيديو. دابا بور لانستون ما يمكنش لي نجاوبك لان خاص حتى ناخذ الجواب
ديفينيتيفمون وديك الساعه غادي يكون موضوع ديال البلاغ من طرفنا نيت حنايا غادي نقولوا بلي ايفيكتيفمون راه هو هذاك لا فيديو لي الطريقة اللي تمت بها العملية الإرهابية يعني كتفكرنا بعمليات دموية مماثلة اللي تمت في 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 المغرب من طرف يعني مجرمين من هذا النوع أمثال يعني رباع ويوسف فكري. واش هذا النوع ديال 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 الإرهاب له علاقة بطريقة قدير ديال الذئاب المنفرده يعني ممكن ان تكون شي وسيله ناجعه لحد منه؟ انا قلت لك قبيله بلي انه هذا تحدي ليس فقط للمصالح الامنيه المغربيه فجميع الدول هذا النوع ديال الذئاب المنفرده والطريقه كيف لي كيف قلتي عندك الحق لانه نفس الطريقه التي كانت متبعه من فكري والمجموعه ديالو من الرباع الحنويشي بوعرفه يعني دوك الاشخاص اللي كانوا كيقوموا بعمليات تصفيه ديال الاشخاص يقتلوهم يعني بطرق ديالهم تيسرقوا فغير مثلا غير مثلا الفكري والمجموعه ديالو لو لم يتم ايقافه مثلا في طنجة في واحد الظروف معينه فكان جميع العمليات اللي قام بها كانت تسجل لدى مصالح الشرطه القضائيه على انها اعمال اجراميه عاديه. لو لم يتم ايقاف فكري في الوقت ونقل الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه وتم البحث معه تبين بانه هذا الشخص راه سلفي جهادي وعلى انه قام بافعاله رفقه جميع يعني بالمشاركه مع جميع الشركاء ديالو اللي تقبطوا من بعد واحد مجموعة كبيرة على أنهم قاموا بتلك الأعمال بدعوة تكفير يعني تكفير مشوه منهم ماشي غير ركين كيف زكريا ميلودي زكريا يعني جميع الأفعال اللي كانت وقعت قبل فنفس الطريقة اللي كان كيستعملوها هذوك الأشخاص هي اللي استعملوها الأشخاص في القضية ديال أومليل نفس الطريقة مسألة ديال التتبع ديال الذئاب المنفردة هذا تحدي لجميع المصالح الأمنية بل أقول على أن التحدي الأكبر في هذا الشيء كامل هو ما يجري في المواقع ديال التواصل والمواقع المعتمدة من طرف التنظيمات الإرهابية تكون داعش ولا تكون أي تنظيم آخر يسهل على أنه يستقطب بطريقة انتليجونت الأشخاص اللي يعني يكون سهل يعني باش يميز ما بين الصح والخطا يسهل وبالتالي هاد الاشخاص هادو راه تم استغلالهم في هاد الباب هذا. واحد التحدي اخر هو ان تم في الاونه الاخيره ترحيل واحد السيد سميتو سعيد منصور من الدنمارك بعد تجريده من الجنسيه الدنماركيه لانه تشبع بالفكر الارهابي الى اخره. واش ما كاينش خطر ان المغرب يستقبل مثل هاد الناس وكيفاش كتعاملوا مع هاد الاشخاص هادو؟ الخطر واري ماشي غير من طرف هاد الشخص اللي تم الترحيل ديالو من جميع الاشخاص اللي كيكونوا في يعني بعيدا عن عيون ديال السلطات الامنيه المغربيه هنايا ولكن الاشخاص اللي كيلتحقوا بارض التوتر واللي كيتعرفوا بلي انهم مثلا بحال هذا الشخص اللي قلتي تم الترحيل ديالو نظرا لانه تكفيري وهذا فالقانون يسمح لنا هنا في المكتب المركزي للابحاث القضائيه من اجل اخضاعه الى بحث تحت اشراف النيابه العامه وتقديمه بالقانون التكميلي ديال القانون ديال الارهاب اللي هو 86 على 14 اللي صدر في 2015 ويتم متابعته بناء على هذا القانون حيث يتم إدانته بعقوبات تكون قاسية فكيف كتعرفوا احنا هنا في المكتب المركزي للأبحاث القضائية بعد صدور هذا القانون راه تقريبا واحد المجموعة كبيرة اللي قدمنا اللي رجعت من مناطق النزاع أو لا اللي تم ترحيلها من بعض الدول فراه تقريبا غادي لواحد 213 ولا 200 يعني تقريبا اللي فيهم الناس اللي جاوا رجعوا من بؤر ديال التوت وفيهم الناس اللي تم الترحيل ديالهم رفوا لي من بعد الدول نظرا لقناعتهم التكفيريه تكون انا سميتو عندنا ان دوسي سوليد باش اننا حنا نستمعوا لهم ونشوفوا
نشوفوا القناعات ديالهم فين واصله والفكر التكفيري ديالهم فين واصل، وبالتالي يتم احالتهم من النيابه العامه، والنيابه العامه تدير المتابعه ديالهم في الجلسات، والعقوبات راه كتصدر الى لاحظتي العقوبات اللي ولات كتصدر كتصدر قاسيه واحد شويه. حتى هذا الشخص اللي كان وراء هذه العمليه ديال امليل راه تقدم قبل كاع من صدور ديال هذا القانون في 2015، قدمناه هنا في 2014 لانه كان يحاول الالتحاق بورم بوار توتر. تمنينا لو ان كان هذاك القانون في هذاك الوقت كون ما غاديش ياخذ 3 سنين وتعاود تنقص ليه في الاستئناف ويخرج، كون قدمناه باللي ديسبوزيسيون ديال القانون هذا اللي خرج في 2015 تيق به على انه غادي يكون في حقه واحد تقريبا واحد على الاقل 5 6 سنين بعدا كتهنى منه.